ابتكر باحثون من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا روبوتا رباعي الأرجل مزودا بمقود يمكن أن يلعب دور كلب إرشادي لمساعدة المكفوفين على التنقل بأمان دون الاصطدام، وأطلق على الروبوت اسم روبودوغ، ويرتبط بمقود مرن للمساعدة في الحركة والتفاعل مع المكفوف بواسطة أجهزة استشعار متكاملة وخوارزميات تخطيط المسار. ويهدف الباحثون إلى استبدال الروبوتات بمثيلاتها من الكلاب.